التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 3. وصلت عناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية إلى مصر، حيث تجري عناصر من وحدات المظلات المصرية والروسية فعاليات التدريب المشترك حماة الصداقة 3، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية حاليا حتى 26 من أكتوبر الجاري بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة وحدات المظلات. يشتمل التدريب المشترك على العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة وتنفيذ العديد من أشكال الرمايات الغير نمطية والتدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقا لأرقى النظم التدريبية الحديثة، كذلك تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين. يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية، والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات. التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 3.